والسلام عليكم، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من قناة مسلم عبد الكريم. والله العظيم سبحان الله العظيم إلا أنا فرحان لكم بزاف، فرحان لكم ومبروك عليكم، مبروك عليكم، مبروك عليكم. والله العظيم اش غنقول لكم الاخوان، نتوما راكم عزاز عليا وراكم في القلب ديالي. والله العظيم حنا كنديروا المستحيل باش نضحكوكم. تبارك الله عليكم، والله العظيم انا فرحان وكنحس بواحد السعاده من داك الشيء الرفيع. سلام سلام على جاه النبي محمد رسول الله، الى جاه الى جاه سيدنا محمد، الله مع جاه العلي. العظيم الاخوان لنا فرحان وكنقول لكم مبروك عليكم وتبارك الله عليكم. يا راس سبحان الله العظيم، يا سلام يا سلام، غادي نرجعوا كيف كنا. يا انت اش قلت يا حليمه؟ انت خلاني نبارك الناس لا ما عندهمش العرس، تم ضربوا على العراسات كما كولي طيابه ولا شيخه يغبر لك الشقف. خليني نهضر مع الناس اللي ديما محاش ما بيا، خليني نبارك الناس. مبروك عليكم ومبروك عليكم اسيدي العوده الى الحجر الصحي ان شاء الله. هاي غادي نعقبوا الحجر الصحي، غهنيني صافي بقيتي على خاطرك. فين ما نبغي نخرج اخوتي للسوق، ولا نبغي نخرج للقهوه، ولا نبغي نخرج للمدينه، اش كتقول لي؟ كتقول لي في غادي؟ كنقولها غادي للقهوه. علاش ياك لاباس ادخل دارك اجلس في الدار، علاش غادي خارج داخل خارج داخل خارج داخل؟ وانا عباد لا قتلتني انا بالجلوس في الدار، ديما جالس في الدار. ها هما رجعونا الحجر الصحي، بقيتي على خاطرك، تهنيتي، ابرد لك القلب، تفاجيتي، ارتاحيتي، صافي هادشي اللي بغيتي ياك. واش غادي تمشي تعطيني امتساع قدام هاد الناس هادو ولا ما غاتمشيش؟ ها غاتمشي ولا ما غاتمشيش؟ لا ما مشيتيش راني غادي نشيل عليك في هادي، عطيني امتساع مزيان. تبارك الله تيدي ما بحشمة بيا قدام الناس كيتفرجوا فينا، والناس تحشمي بيا، تحشمي بيا قدام الناس، ما حشمتيش. المهم الاخوان فين كنت واصل؟ قلت لك مبروك عليكم ان شاء الله، راه تبارك الله غادي نرجعوا الحجر الصحي، ما كاين ما يدار. ثم غادي تبقاو خارجين برا؟ لا، الحكومه راه فكرات بالمنطقه ديالها وبالعقل ديالها، خاصها ترجع بنادم للحجر الصحي باش ما تبقاوش خسروا فلوسكم، باش ما تبقاوش كل ساعه تمشيو للقهوه، باش ماشي كل ساعه تمشيو تتغداو في المارشي وتدورو وتخسروا في المازوت وليسانس. وراه هكا كيف كيمشيو لكم الفلوس، بغات الحكومه تحافظ لكم على الفلوس، داكشي علاش بغات تجلسكم في الدار وتسد عليكم. واش نتوما راكم عيقتوا؟ نتوما تخرجوا بلا كمامات وكينادي فين؟ اللي لقيتو خارج المدينه ولا جالس في القهوه كلهم محيدين الكمامات. ياك لاباس؟ لا خاصكم ديروا الكمامه. نتوما كتشوفوا القضيه صعابه والقضيه تزيرات وكيموتوا الناس. ودي اللي مات الله يرحمه، واللي مرض الله يشافيه الله يشافيه الله يشافيه. ديروا عقلكم شي شويه، ديروا عقلكم شي شويه وديروا الكمامات، وما تبقاوش تسلموا من الحنك للحنك، بعدوا من بعضياتكم وخليوا مسافه الامان. شوفوا انا دابا داير معاكم مسافه الامان، ياك تا فرنسا وكتفرج في كاين في المغرب، ياك تا في اكادير وكتفرج في كاين في دوكالا، ياك تا في امريكان وكتفرج في انايا هنايا. شتي مسافه الامان راه مزيانه، وهكاك هكاك نرجع لك. واو عاو عاو الانسان خاصو وعاء. ديروا الكمامه، تدير الكمامه، دير الجاب وهنينا. تمالك اصاحبي غادي تبدا تقول لي لا الحريه ولا لا داكشي، تدير الكمامه، ديروا الكمامه الله يرحم لكم والدينا المرض كثر. ياه حليمه عمر عندنا واحد داك هي لا تراكين الناس خاصني نعطيه ما يشربوا، راه كيعجبو ما اتاي ديال الدكاله. ديري بالنعناع، ديري بالنعناع وشحري مزيان واري ليا. المهم الاخوان الله يجازيكم بخير، تهلوا ليا فريوسكم مزيان. ولكن الاخوان انا واحد الحاجه اللي ما عاجبانيش انا شنايا، هاد كورونا هادي حالفه علينا حلوف، حتى تبقى تجيب لنا كل ساعه ولدها، تولد الاولاد وتجيبهم لينا. ويلي يا عباد الله، كانوا المغاربه كيولدوا الدراري ويدوهم مقاطعه، قيد هذا تزاد عندك واحد، قيد هذا راه تزاد عندي واحد، قيد هذا راه تزاد عندي غير دابا، عاود قيد ثلاثه راه تزاد عندي غير البارح. راه هي هادشي اللي دارت لنا كورونا، دارت داكشي اللي كنا كنديروا حنا. والله يخلف عليها، الله يخلف عليها،
تبارك الله وسلع بك كل مره مصيفط علينا ولد هاب هاي ودير واحد القضيه انتما بناو لنا شي حبس كبير دخلونا فيه وسدوا علينا وسالينا ما نال هادشي كامل اه واش بصح غيسدوا الحدود بصح الجاليه المغربيه ما بقاتش غتدخل المغرب والله العظيم الا توحشتهم ومساكن باغيين يجيو عند الجاليه المغربيه كلهم باغيين يديروا معايا قهيوا اي الجاليه المغربيه غيبقاو تما هاو غيسدوا وغيحيدوا العراسات وغيحيدوا المسرحيات وغيحيدوا السكيتشات والعراسات ما غيبقاوش يخدموا الناس ده مشكله مشكله وهذوك الشيخات ما غيحيدوهم والمقاهي اللي لقيتها هي غتحيد دابا الحجر الصحي غادي ينطبق على كل شيء حاله واش من حاله بتي حلي ما شتي شتي وانت من الحمامات قال لك راه غيسدوهم غادوز تكمشي غادوز دوزي حتى دوك السيكان انت راك مضروب على جوج ديال الحوايج الحمام والعراسات هتهنيتي يلا بقيتي علي قعد في الدار اقعدي معايا في الدار تيتي يلا شوفي ونشوفك كوليني 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 تنودي عبر الريد ديالتي انت ما كيتيش تشوفي فيا واش انا مزوقك انت عايشه مسخوطة هادي والله العظيم الا عطاني الله واحد المرا اش غنقول لكم زوينه وغليده غير هي فيها شي شويه ديال البسالات كدير لي بيتيز انت ما تبقاش دافع على حلق ما تبقاش دافع على حلق ما انا اللي كنعرف مراتي انت تعرف مراتي بحالي انا لا واسكت دير سيلونس دير سيلونس رانا بقى فيا الحال حق مولا انا بقى فيا الحال نرجعوا للحجر الصحي واش انايا واش انايا واش 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 عباد الله انايا خليوني ساكت خليوني ساكت خليوني انا راني كنمشي يلاه ندبر على شي شويه ديال يا شي شويه ديال الخبويز يلاه نجي ناكلو نحلي ماما غيسدوا لنا في الحجر الصحي يلا اش غيعطيونا شي 12000 غيعطيونا شي 20 شي 30000 ها ها كاين شي فليكسات ولا ما كاين والو الحجر الصحي بوحدو صافي لا حول ولا وفلوس والو ما غيعاودوناش ها يا قضيه حماد وما ناكلو والو حنا تبارك الله وسلا عمي والله العظيم ضربوا اتاي السيك ياه لا حول ولا قوة الا بالله راه هادشي ما كيبشرش بالخير الاخوان ما يبشرش بالخير حق مولا انا ما يبشر بالخير والله الحجر الصحي نعاودوا ليه هاي ودابا حنايا فكرنا نمشيو للبحر حنايا وخرجوا نمشيو نسافروا نمشيو ندورو كنت ناوي نتسرى المدن ساعة ما مكتبش شوف دابا تقريبا عامين وسافرت انا كنت مولف نمشي لمراكش نمشي لاكادير نمشي لطنجة نمشي للشمال كامل ندور فيه ونسركل فيه ونعاود نرجع وفي الاخر ما كاين والو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحليمة انت عارف الراديات خلي الناس راه باغا تشرب معايا الدكة خليها تمشي راه عندها ما يدار واش راه غادي الناس غيبقاو مقابلين هنا سربي انت سربي عليك المرة دار يا